أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا يقول بالنسبة لصلاة الليل، هل تقضى إذا فات لي أكثر من يوم لم أصلي صلاة الليل، هل أقضيها في النهار؟ إذا كثرت عدة ليالي فلا تقضيها، أما إذا كانت ليلة واحدة فتقضيها في النهار ما بين ارتفاع الشمس إلى قبيل دخول وقت الظهر، تقضيها في هذه الفترة، لكن تشفعها إذا كنت توتر بثلاث تجعلها أربع، توتر بخمس تجعلها ست، لكل ركعتين بتسليم. نعم.